الكر والفر لضرب حواجز النظام المتمركزة بالقرب من بلودان والفليطة، محققين فيها إصابات مباشرة. ومعنا براء عبد الرحمن ناشط إعلامي من ريف دمشق، أهلا بك براء. ما آخر التطورات بالنسبة لجبهة المليحة؟ مرحبا. الحقيقة اليوم منذ ساعة الصباح الأولى شهدت بلدة المليحة لليوم السادس والخمسين على التوالي تصعيدا عنيفا من قبل قوات النظام. يعني كان هناك أكثر من 15 غارة متتالية شنتها طائرات حربيات سوخوي و29، وأيضا صواريخ أرض أرض بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء البلدة، وأيضا قصف مدفع يعني في قذائف الهاون وراجمات الصواريخ على الأحياء السكنية. ما زالت الاشتباكات العنيفة تدور على أكثر من محور، من أكثر من جبهة. أهم هذه الجبهات محور إدارة الدفاع الجوي، وأيضا محيط بلدة زبدين ومحيط مزارع جرمانة ومجمع تميكو. جميع هذه الجبهات ما زالت مشتعلة، لكن نعم. الحقيقة كان هناك تقدم للثوار، حيث تمكن الثوار اليوم من إعطاب دبابتين من طراز 72، وأيضا عربة بي إم بي وعربة شيكة. كما كان هناك تصريح رسمي من غرفة عمليات المليحة بالسيطرة على عدة نقاط بالقرب من محيط إدارة الدفاع الجوي. شكرا لك براء عبد الرحمن ناشط إعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من ريف دمشق. أفاد